الشاعر الباشمهندس عبد الرحمن محمد أحمد أبجولا، عضو الاتحاد العام للأدباء الكتاب السودانيين سابقا. أهلا ومرحبا بك عبد الرحمن، وصباح الخير عليك. صباحكم خير، صباحكم نور، صباحكم ديما كل سرور، صباحكم فل، صباحكم عيد، صباحكم فيه كل جديد. صباح الخير على وطني، صباح الخير على البنتج، صباح الخير على البيفيد، صباح الخير لكل الناس، صباحكم شكله أنت فريد. شكرا لك كثير جدا عبد الرحمن. ودائما المساحات الشعرية أكيد هي ما بتتقيد، ممكن نقول بوظيفة معينة ولا بشكل أكاديمي معين، يعني أنت جمعتها ما بين الهندسة، لكن هي ما خلتك إنك تنسى الشعر. كيف كانت البدايات ومتين كانت؟ أولا التحية لك أستاذة روى تيسير، والتحية لقناة السودانية 24 لاتحاد لهذه الفرصة. التمازج بين الشعر والهندسة، هو الشعر شكل من أشكال الفن والهندسة فن، ممكن يحصل تمازج بيناتهم، لكن دائما الإنسان في الحياة العملية بيكون مشغول، لكن أي إنسان عنده مساحات، عنده صحة ساعة فراغ يعني ممكن يجد نفسه فيها، والظروف زائد الحاجات اللي ممكن تخلي الإنسان يكتبها. جميل. دائما الشعر بشكل أو بآخر هو ذاته رسالة، وبناقش قضايا كثيرة جدا، وبعالج برضو قضايا. واحدة من الأشياء المهمة جدا دائما إنه الزول يكتب عن المحبوب الأول اللي هو الوطن. يعني عبد الرحمن كتب للوطن؟ أكيد طبعا. طب خلينا نسمع. تمام. نص بعنوان وطني، عشان بنحب الوطن وبنتمنى يعني إنه السودان يعني يعيش حياة مستقرة وحياة مليئة بالحب والتسامح بين الناس. نص بعنوان وطني: من شرق البلاد يا وطني ليك السلام، يا وطني العزيز منايا تبقى تمام، لا تشوف المحن لا تحضن الآلام، وليك من الشمال يا وطني ألف تحية، يحفظك الكريم ويرعاك دائما، لي لا تخشاك حرب لا تجيك انت أزية، وليك من الغرب يا وطني عشقا كافي، وادعي ليك من كل قلبي رعاك الإله الشافي، تزدهر الأرض والطلقة تصبح مافي، ونصبح في نعيم وبلدنا يبقى خرافي، ومن الوسط بهديك انت معاني، بهواك يا وطن وبكتب لك انت أغاني، تبقى الإلفة فينا هي رمز زماني، وحبك فيني ظاهر حتى في إلحاني، وليه كل الشباب أنا عندي ليه وصية، حافظوا على الوطن واهتموا به شوية، السودان عزيز نبنيه بحنية، نتحالف جميعا وننبذ الجهوية، يبقى وطننا أجمل ووحدتنا تبقى قوية. إن شاء الله يا رب. أكيد دي كلها أمنياتنا جميعا. إذا تكلمنا على إنه ضروب الشعر مختلفة، لكن كل زول مرات بيلقى نوع معين من أنواع الشعر هو أقرب له، في نفس الوقت بيحس إنه بعبر عن ذاته وعن الآخرين فيه. عبد الرحمن، أكثر أنواع ضروب الشعر قرب لك؟ والله سبحان الله، الشعر يعني دائما الشاعر ظروفه هي اللي بتحدد هو شو يعني بيميل لياته نوع من أنواع الشعر. عبد الرحمن لقى نفسه في العاطفة. ده عنده علاقة بالميلاد، يعني أنت من الولاية الشمالية، يعني دائما بيقولوا أغاني الطنبور أو أغاني الولاية الشمالية دائما فيها حنية، ده ممكن يكون سبب دور البيئة كان هي المشكل الأساسي في الحالة دي؟ والله ممكن يكون سبب. أنا من الولاية الشمالية، ما تنقاسي السوق من هنا بحييهم جميعا. والميلاد مدينة بورسودان والنشأة، أهلنا الشاقية دائما حنينين، والكتابة عندهم يعني حياة تلغائية، يعني ممكن كثيرين يكونوا شعراء لكن ما بيقدموا نفسهم، لكن هو وسط الناس بيقولوا الكلام الحلو، الكلام المغفى. يعني البيئة برضو لها دور يعني. والانتقال ممكن ذاته ما بين الشمالية وما بين بورسودان بيكون كونت جواك مشاهد مختلفة،
وفي نفس الوقت بذاتها كانت يعني حكاوي وقدرت أسرد بشكل مختلف يعني. والله ده الكلام الجميل نحن بنقول يعني عشان الوطن يكون في تسامح وحب. لما يكون في تمازج بين الشرق وبين الشمال وبين الغرب والجنوب أو خلاف يعني بيكون الحياة بتكون حلوة، بتلقى بيئة كويسة. وفي الشرق يعني لقينا الناس الحلوين، والشمال يعني في حاجات يعني بتخلي الإنسان يبدع. المرات بيقول لك دائما الشاعر داير الجو بتاع النيل والنخيل، لكن أحيانا بتلقى الوجوه الطيبة والوجوه السمحة بتخليك تبكي برضه. والبيئة ذاتها يعني بورسودان بلد جميلة، ونحيي كل أهلنا وجيراننا في بورسودان وأصحابنا لهم التحية. والجمال في السودان في كل حتة يعني. أكيد طبعاً. أنت قلت حاجة مهمة جداً، قلت إنه دي حاجات بتخلي زولك تبكي. هل في دايم مؤثر قوي جداً ومرات محرك حقيقي لأنه زول اكتب يعني؟ دائما في ناس مثلا بيكتبوا في لحظات الشجون، في لحظات الحزن، في لحظات الفرح. في زول لما يسمع قصة من شخص آخر بيقوم بجسدها في شكل قصيدة. عبد الرحمن بالنسبة له ميلاد القصيدة بكم 200؟ والله يعني انت بتكون حاضر في اللحظة. الشعر بيقول كدايسن بتحركهم، لكن يعني متى ما تجي الخاطرة انت عبد الرحمن بيكون حاضر يعني. لكن الخاطرة للأم شكلها مختلف. والله الأم هي كل شيء، عشان كده خلينا نسمع. التحية لكل أمهات السودان، وأنا أمي لأنها كانت يعني بتعاتبني تقول لي أنت بتكتب في العاطفة، بتكتب مني. وأنا يعني قبل كده قلت لها القصيدة في فضائية البحر الأحمر، من هنا بحييهم. يعني أمنا كل حاجة، وربنا يديها الصحة والعافية إن شاء الله. ربنا يدي كل سيدة بعنوان أمي تقول: الله ما يحرمني منك أمي يا رمز الوفا، ضم منك تحتويني وتدي إحساس بالدفى، وانت حبك وين مثيله لما أوصفه بالشفا، يوم تجور دنياي علي ابتسامتك ليه كفى. أمي وين في الدنيا زيك، أمي وين في الدنيا زيك، وكيف مشاعرك أو صفة، أم حنونة وأم عطوفة وأمي أم ما ألطفة. يحفظك رب العباد وليك شفاعة المصطفى، والكلام يا يمة عنك ما هو ساهل واختفى. منتي مضحك يمة غالي، والحروف كيف أخطفة، بيها ترجم يمة حنك وليك قصايدي أشرفة. كنت عاجز في الكتابة وكان إيديا مكتفة، ما بخل يا أمي عنك أو مساحة من الجفا، بس مغامك يوم عالي وليه حروف الريد ما كفى. كنت لازم اجتهد، كنت لازم اجتهد وليك أزيد المعرفة، والمعاني تشبهك أنتغيها وبي جمالك أغلفة، والمعاني تشبهك أنتغيها وبي جمالك أغلفة. شكرا لك عبد الرحمن. وقبالي قلنا في التعريف أنت كنت عضو سابق في الاتحاد العام لكتاب والأدباء السودانيين، اسم كبير جدا، فيه مجموعة كبيرة جدا من الأدباء والشعراء السودانيين. تكلمنا على التجربة، وجودك كان كعضو سابق أكيد في إضافات كثيرة جدا شكلت حتى في شخصك كشاعر. التحية لكل شعراء بلادي، والتحية خاصة للإخوة في الاتحاد العام للأدباء والكتاب السودانيين. الاتحاد العام للأدباء والكتاب السودانيين جسم يعني بيجمع جميع الشعراء وشعراء الغامات والمتوسط والأدنى. وانت اكيد اي شاعر لما يلقى احتكاك وتواجد مع غامات حيستفيد يعني. الاتحاد العام انا يعني افادني وعرفني بشعراء كبار، على سبيل المثال الأستاذ تيجاني حاج موسى، وأستاذ عبد القادر، وأستاذ محمد عمر، وكثير من الأساتذة، وأستاذ أحمد قدور يعني ما ننسى هذا الهرم الإبداعي الكبير. أكيد المحصلة المعرفية وبرضو وجودك مع الأشخاص والاستفادة منهم من خلال التنقيح لكثير جدا ممكن تكون حتى من النصوص الشعرية بالنسبة لك، والاستفادة حتى
ومعرفة مفردات وتفاصيل كثيرة جدا على الشعر، ده بينعكس مباشرة في إنه أنت تكون عندك منابر من خلالها الناس تعرف عبد الرحمن وتقدر تؤدي فيها، تقول فيها شعرك والناس تعرفك وغيرها يعني. وأهم المنابر اللي كان بيختارها عبد الرحمن للتواجد فيها. والله الحمد لله يعني ربنا وفقني وتحلي ناس ساعدوني. كتبت في الصحف السودانية بعض منها يعني ما كلها، والقنوات الفضائية قناة البحر الأحمر من هنا لهم التحية، وقناة الولاية الشمالية أيضا لهم كل التحية والاحترام، بالإضافة إلى المنتديات في الجامعات يعني أتاحت لي فرص. وفي بالمناسبة ما ننسى إذاعة نهر النيل، يعني هي ممكن تكون أول إذاعة يعني أنا انطلقت منها، وليهم التحية وقدموني بصورة طيبة، ومن هنا أنا بشكرهم عبر قناتكم الجميلة. طيب إحنا عايزينك تشكر الناس دي كلها، وفي نفس الوقت نختم حوارنا بقصيدة. قصيدة ممكن قصيدة بعنوان من حقي اشتاق لك. بداية القصيدة حروف كلمة مشتاقين، بتقول الميم شكت والشين شموعك وانطفت والتاء تعب والألف طال والغاف كمان غلب البعاد شالك عتاب وما سبت والياء دموع هجر الحبيب والنون على فراقك بكت يا أخي أنت وين حرقاني نارك يا حبيب وزاد بي لهيب شوقك خلاص وجوا يصرخ وما سكت وأنا كيف عبر بارتياح كل الحروف فيك انتكت وانت النسجت الريض فرح وما فيه شي بيوحي النكد وانساك كيف وبنيت ملامحك فيني خوف كيف بستغيب واشواقي ليك ما ليها حد وانا جد تعبت من البعاد ويتهدى حيلي معاك رقد كيف بتتحمل شقائي تمشي وتسافر للأبد خلاص نسيت ومحيت جواك كل الأمان اللي اتبنت عارفك مشيت من سكتي وعارف الحكاية هي انتهت لكنه بس رغم الظروف جروحي منك ما برد أعمل شنو ذكراك لسه ما تمحت بتحمل الآلام براي يتهنى وزعد وشوف مدد بتمنى لي كل السمح لا فين غيرة ولا حسد من حقي اشتاق ليك أنا جواي ريتك ما انطفت وبعدك كمان زاد الحنين ومشاعري نحوك استوت والله يا زول الزمان بكتب كلامك في الورق وإحساسي مطبوع بالنكد وكل ما تفوح ذكراك علي يحيى القليب اللي يتخمد لكنه تاني كمان يموت ويقول هي صفحة وينطوط وذكر الحبيب مرض الغرام وما لك علي أنا يا قليب زرعت حزاينك ارتوت كل الضلوع كان زمان شايل الهوى يا قلبي بالحسر التوت ليه تنده الأشواق علي ما تجر أصلا يتكفت ما فضل أصلا فيها شيء أنا تاني بيه وعيس سعيد ما الفرحة جواي اختفت فارقني ودع يا قلب فارقني ودع يا قلب أنفاسي منك اشتكت وأنا ضبطة طعم الموت كثير وانت السبب من الذكريات كل ما تفوت أو حتى ساكت بس نوت ترجع تجيبه في سكتي والله جد أنا يا قلب عيوني من ظلمك بكت أرحل وفوت وارحم هواي وارحم فؤادي بعد سكت أرحل وفوت وارحم هواي وارحم فؤادي بعد سكت. شكرا لك كثير جدا عبد الرحمن، كنا سعيدة جدا بوجودك معنا من خلال الصباح، شكرا لك، توفيق ان شاء الله. شكرا لك استاذة رواة تاج السير، وشكرا لفضائية سودانية 24 اللي اتاحت لنا الفرصة مرة أخرى، وتحية لجميع مشاهدينكم. شكرا جزيلا.